Hello, my dear students. Today we will have a new lesson. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، اليوم راح ناخذ درس جديد وهو تكملة حل أسئلة نصف السنة، السؤال الأخير عن الكومبوزيشن. وبما أنه أنا حليت أو شرحت كيف نحل الإيميل، فاليوم راح نشرح وأعلمكم كيف تحلون write about yourself and your family، تكتب عن نفسك وعن عائلتك. مدام أنا أحكي عن نفسي، إذا راح أبدي أتكلم عن اسمي my name is حسن، إذا طالب أو طالبة طبعا تكتب اسمها. I'm Iraqi. My nationality جنسيتي. عمري I'm 12، طلاب السادس الابتدائي 12 years. I live with my family. أين أعيش؟ مع من أعيش؟ I live with my family. في أي مدينة؟ in بصرة. أتكلم عن أبي. My father is a doctor. وظيفته أين يعمل؟ He works in a hospital. ما ننسى دائما من أذكر هي الفعل ياخذ أس. He works in a hospital. My mom is a teacher. أمي تعمل معلمة. مكان وظيفتها؟ She works in a school. She works in a school. هنا كل ما أبتي جملة جديدة أكتب capital letter، وكل ما أنتهي أخلي full stop نقطة. بعدين أرجع أتكلم عن نفسي وأمنياتي. When I grow up I want to be a doctor. لماذا أريد أن أعمل doctor؟ Because I like to help all people. لأني أحب أن أساعد الناس المرضى. وهيك ينتهي الكومبوزيشن. الشيء الآخر اللي أريد أقدم لكم بهذا الدرس أنه للمرشحات بالنسبة للسؤال الأول، بما أنه التربية حددت لنا 4 فصول اللي داخلة بالامتحان النهائي، فرح يكون السؤال الأول كما هو متعارف عليه، مو جديدة الشغلة، أنه رح ناخذ يعني هو السؤال الأول يتكون من أي وبي. الأي راح تكون القطعة من كتاب الطالب pupil book. عندنا قطع راح تجيب هذا السؤال الأول، واحدة من عندهم، وراح أذكر لكم اسمها ورقم الصفحة. بالنسبة للفصل الأول our daily routine. our daily routine صفحة 12. الموضوع الثاني my magazine صفحة 16. two families fun facts. هذا كله بالفصل الأول. الفصل الثاني my magazine صفحة 30. a blog 32. هذا الفصل الثاني. الفصل الثالث my magazine صفحة 48. stay safe online. هذا كله بالنسبة للفرع أي من السؤال الأول من كتاب الطالب الملون. بالنسبة للفرع بي من السؤال الأول من text book، من activity book. بالنسبة لليونت الأول صفحة 11 a waiter's day. هذا الموضوع. الفصل الثاني unit 2 32 history of paper. الفصل الثاني history of paper. الفصل الثالث صفحة 48 my family's new laptop by Basim. أما بالنسبة للفصل الرابع صفحة 55 my progress a computer mouse. هذا شلون راح يكون الجواب عليه؟ يا أما سؤال وتجاوب جواب كامل، أو اختيارات، أو فراغات، أو true false أو yes no، حسب المطلوب أنت تجاوب. طبعا دائما راح تكون هناك ملاحظات، والملاحظات مترجمة للغة العربية. أما بالنسبة للفرع أي راح يكون الجواب أما yes no أما true false، قطعة عليها نقاط وتقارن معلومات النقاط مع معلوماتك اللي بالقطعة، وكل ما كانت هنالك عندك يعني حافظ المعاني مال هذه القطع راح تكون إجابتها سهلة وتاخذ درجة كاملة. هذا بالنسبة لمرشحات السؤال الأول
فرعي وبي. وإن شاء الله في إذا تابعوني الفيديوهات القادمة رح نحل أسئلة بعد، وأنطيكم مرشحات الأسئلة الأخرى. أرجو أن تكونون قد استفدتوا من هذا الدرس. شكرا لإصغائكم and goodbye.